عباد الله كما جاء تعريفها عن أمير المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، مع التنبيه على أن الجليل يعني هذا القول مشهور عن علي بن أبي طالب، لكن الجليل في الحقيقة أنه ليس من أسماء الله، ما ورد دليل على ذلك. وعلى كل من التقوى خلاصتها هي العمل بطاعة الله عز وجل والابتعاد عن معاصي الله عز وجل، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل اجتناب نواهيه، فإذا ما حصل للعبد ذلك فقد حقق التقوى وأصبح في زمرة المتقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم.